وينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور حسن ظافر الشهري. مرحبا فيك دكتور. ونبدأ بأمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص غرفة عمليات لتولي شؤون القطريين، طبعا تحت إشراف سمو الشيخ عبد الله بن علي الثاني. دكتور حسن، ألا يعد ذلك بمثابة رسالة للنظام القطري الذي يسوق الاتهام تلو الآخر للسعودية ويسعى لتسييس الحج؟ حياك الله أخي الكريم، تحية لك ولجمهوركم الكريم. أولا أحسنت في التسمية، حكيم ووجيه آل ثاني اسمه الشيخ عبد الله بن علي. نعم. آل ثاني، وهو حفيد والمؤسس وباني نهضة قطر الحديثة مع الأسف، التي يعمل تنظيم الحلبين حاليا على هدم تلك المنجزات. وهو مع كل عاقل يدرك أن الحج موسم عبادة ينتظر المسلمون كل عام وفق ضوابط وتنظيمات تكفل أداء هذه الشعيرة بكل يسر وسهولة. ومع هذا المركز الذي أمر به قائد الحرمين الشريفين بإشراف سمو الأمير أو سمو الشيخ، إلا واحد من تلك الأعمال لتيسير ضيوف الرحمن من دولة قطر الشقيقة. ندرك أن الشعب القطري بسواده الأعظم لم يستمع إلى كل ناعق ولا لزعيم الفتنة مع الأسف القرضاوي، ولا للصهيوني عزم البشارة في محاولة مع الأسف بث الفرقة ونشر الكراهية منذ زمن طويل. والآن يتبوى هذا المكانة مع الأسف المظلمة وزير خارجية قطر المدعو محمد عبد الرحمن مع الأسف الذي لا يمكن وصفه إلا بالأحمق. نعم دكتور حسن، هي زيارة واحدة فقط، هذا ما كان مطلوبا لحل الأزمة. ألا تعد زيارة سمو الشيخ عبد الله بن علي الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رسالة إلى من يجوب العالم شرقا وغربا بحثا عن حل لا يبعد سوى كيلومترات قليلة؟ أنتم أشرتم قبل قليل أن الحل قريب جدا. من يعيق مثل هذه الأمور ومن يعمل على توسيع الفجوة بين دول المجلس هي العصابة الحاكمة في الدوحة مع الأسف. هذه الزيارة الكريمة من رجل كريم إلى خادم الحرمين الشريفين قبلها سمو نائب الملك سمو الأمير محمد، قلصت الموضوع، والموضوع لا يستحق. المملكة لا تقبل أي تسييس أو دعوة أخرى في الحج. قطر أو الحكومة القطرية أيمن عملت على منح حجاج قطر لتتخذ من هذه المواقف مواقف سياسية في شعيرة دينية، وهم لا يدركون المملكة العربية السعودية إحدى رايتها العظمى هي على كلمة الله سبحانه وتعالى والعمل على نشرها وخدمة الأماكن المقدسة وعلى رأسها الحرمين الشريفين وخدمة ضيوفهم والعمل بكل طاقة الدولة كاملة لتيسير أعمال الحج. وكل من هو موجود على أرض المملكة العربية السعودية من ضيوف الرحمن الآن تحت عناية شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وهذه الزيارة الكريمة قد تكون إن شاء الله مفتاح لنهاية تلك العصابة وتعود المياه لمجاريها بين الدوحة ودول الجوار. من الرياض كان معنا المحلل السياسي الدكتور حسن ظافر الشهري، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.